نتواصل وإياكم في فقرة حديثنا. بالتأكيد سوف يكون الحديث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، والحديث حقيقة يتشعب عندما نذكر السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحديدا سوف نتحدث بمفهوم ممكن نحتاجه في حياتنا إنه نستوعبه بالشكل الصحيح، اللي هي مسألة الانتصار. المفهوم السائد به المجتمع أنه الانتصار هو يكون بين طرفين متخاصمين، فبالتأكيد حتى انتصر على طرف المقابل لازم إذا كان ساحة معركة أجبر على الانسحاب أو أحسس بالهزيمة، وهذا يعني هذا المقياس اللي يقيس عليه الأمور للانتصار. لكن أهل البيت سلام الله عليهم بمواقف كثيرة ومواطن كثيرة أثبتت الحياة والتجارب بأن مفهوم الانتصار يختلف تماما لديهم. لنتعرف على مفهوم الانتصار وكيف نجسده في حياتنا، وما المقصود بأنه شخص ينتصر ولو بعد حين. كل هذه التفاصيل سوف نطالعها ونتعرف عليها مع الباحثة الإسلامية الست إلهام الموسوي. السلام عليكم، وأعظم الله أجوركم بتجدد ذكرى استشهاد الزهراء سلام الله عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر وأجركم حسن إن شاء الله. السلام عليكم، وأعظم الله لكم الأجر. اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن الانتصار الفكري، بمعنى اليوم أن يكون الإنسان حالة من الاتزان الفكري ويقتبس من شخصية السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، كيف نحقق هذا اليوم في مجتمعنا؟ كيف يمكن أن نصل إلى الاتزان الفكري اللي كانت السيدة زهراء تتصف به؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا وسائر المشتغلين بالعلم والعمل الصالح ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة في مجتمعنا الآن نريد أن نبين معنى الاتزان حتى يكون الارتباط بالسيدة الزهراء عليه السلام، لأن مفهوم الاتزان عند فاطمة الزهراء هو التطبيق الصحيح لكل المعالم، سواء كانت المعالم الدينية التربوية الأخلاقية. أما أنا وإنتي الآن مفهومنا للاتزان يكون فيه حالة تشتت، فمثلا يعني نجد الاتزان حقيقة بداية تعريفا، خلينا نقول تعريف الاتزان بعضهم عرفه قال هو التفكير، عملية التفكير الإيجابي، أنه الإنسان من يفكر بطريقة إيجابية هذا على حالة اتزان فكري. وبعضهم قال لا، إن هناك المعطيات التي تبنى عليه الأفكار، يعني القاعدة اللي هي أصلها شنو، أصل التفكير من أي منطلق تنطلق هذه الفكرة، هذا يعرفوها أيضا بمعنى الاتزان. لكن الاتزان بالمعنى العرفي أو بالمعنى العام لدينا بغض النظر عن الاصطلاح هو أن يكون الإنسان متزن في جميع المجالات. يعني لا بد أن يكون الإنسان متزن، عندما أقول ست مثلا إسراء أو ست مثلا أي شخصية أقول هي متزنة، أنا ألاحظ وين، فقط في مجال مثلا في مجال الإعلامي، أو هو فقط في مجال التربوي، أو هو فقط في المجال السياسي أو الاجتماعي، لا، هاي ما راح يكون عندنا صورة اتزان كاملة لهذه الشخصية. الاتزان الحقيقي عندما تكون يعني منطلق التفكير في جميع حالات الحياة يكون متزن. يعني هناك ربما بعض الأشخاص هو متزن دينيا لكن اجتماعيا أسريا لا يوجد عندها اتزان، فمرات يكون الاتزان مثلا نقول مثلا عمليا نجده إنسان قيادي، إنسان سياسي، لكن في مجال آخر. يعني نقدر نقول بمختصر أنه صاحب مبدأ ثابت مهما تعرض إلى مواقف وظروف. مو هي هاي المبادئ أو المعتقدات لابد تكون منطلقة عن قضية أول وبالذات، فعلًا هو أكو اعتقاد، لكن من أين نشأ هذا الأمر؟ يعني شوفوا إحنا لما يجون يصنفون أشخاص اللي يقولون عليها متزن، هو عندنا شخصية من عدة شخصيات نعبر عنها هذا شخصية متزنة. ليش عبرت بهذه الشخصية أنه هذا شخص متزن غير سواء؟ لأن غير سواء لا يوجد عنده اتزان. يعني يجون يصنفون البشرية هاي، يعني جميع الناس يقولون هناك إنسان سلطوي. يعني شنو اللي يعني هو الإنسان، شوف الإنسان عنده ثلاث أركان، إذا توفر بالتساوي حصل عدة اتزان. أولا الغرائز والمعارف والتفكير، هذين الأمور إذا حصل فيهن اتزان بثلاثة أركان راح يكون إنسان متزن. لكن لو زادت الغرائز على المعارف بحيث اللي تحركه الغرائز، لما أقول غرائز يعني بكل الأنواع، الغرائز المادية مثلا، النساء، السلطة، الهوى، الأكل، هاي كلها هاي غرائز. ومرات يكون الإنسان إذا وصلت عنده رتبة
المعارف، لكن يكون معارف ليس من دافع التفكير. يعني احنا يعبرون عن الانسان الببغائي اللي هو يقول قالت فاطمه الزهراء، قال امير المؤمنين، لكن لا يطبق. مو لا يطبق، ما يعرف مصدر الحكمه وين بهذا الحديث. احسنتم، بعضهم لا يطبق. هسه احنا بغض النظر، اذا قوه التفكير تكون عنده نوعا ما معطله، ياخذ ببغاء يستمع وينشر، ما عنده فكر باللي اخذ، ما عنده هاي اصلها منين جت هاي المقاله، ما يفكر هالقول. طيب. الامام هذا وبعضه هو هذا اللي اريد اوصله. هناك انسان متزن هو الذي يكون من يحكي الكلام يقول قال امير المؤمنين، هو يعرف لماذا قال امير المؤمنين، ما غايه امير المؤمنين، مع توازن الغرائز، مع توازنه بالمعارف. فهنا يلا نقدر نقول يكون انسان متزن. ولذلك اتباع اهل البيت قليلين. لماذا قليلين؟ لان الانسان لما يكون متزن يكون عنده يعني شلون، يعني هذا الجوانب الثلاثه لازم كلها يحتويها بالمستوى المستقر. بالمستوى يعني لما يقول امير المؤمنين يعرف من هو امير، يقول نعم. فاطمه، من هي فاطمه؟ صحيح. نحن الان نقول فاطمه، لكن ناخذ دائما الجانب المظلوميه لفاطمه الزهراء، ننسى شخصيه فاطمه الزهراء في بعض المواطن وبعض المواقف. طيب ست الاهم، خلينا ناخذ جانب اخر، بما انه اليوم نستغل وجودكم وهذا الفكر المتوقد عندكم واللي فهمنا من خلالكم معنى الاتزان. نعم. ذكرت قبل قليل مظلوميه الزهراء، خلينا نفهم مبدأ الظلم ومبدأ الانتصار، لأن احنا في الواقع في حياتنا بتجاربنا ماخذين فكرة الانتصار بمعنى ضيق. نعم. انه لازم اني انتصر، لازم عدو يكون بالطرف الجانب الآخر مهزوم. هناك قول يعني آية مباركة يقول تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. ايضا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول حسب المؤمن نصره ان يرى عدوه ويعمل بمعاصي الله فيه بالتأكيد. هذا الجانب جانب آخر، وتعرضوا أهل البيت سلام الله عليهم للكثير من المواقف، والإمام الحسين بمظلوميته بالزهراء وغصبها لحقوقها، بعد ذلك نقولهم انتصروا. مفهوم النصر اللي الله سبحانه وتعالى لم يحدده بكيفية ولا بفد هيئة محددة، مثل ما تفضلتم، مفهوم النصر بالنسبة لنا احنا البشر العاديين يختلف عن مفهوم النصر بالنسبة لأهل البيت وبالخصوص محمد وآل محمد، لأن هم ينظرون إلى أمر بعيد جدا. يعني عندما قضية الإمام الحسين، هاي القضية المظلومية الكبرى التي حصلت في تاريخ البشرية، الإمام كان ينظر أنه هذه الدماء وهذه العطاء وهذا النتاج يكون له أثر في المستقبل البعيد، يعني ليس كان النصر آني. أما إحنا بعض الناس العاديين ننظر إلى النصر نصر آني، الآن آني غلبتك، الان انا اخذت موقف يعني ثبتت عليك فد نقطه سلبيه، الان بينت حقيقتك مثلا اذا كان يعني حشاكم من النقص او النواقص. هذا الشعور اللي يكون عند الانسان يتصور هو 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 هذا النصر، لكن حقيقه النصر يكون عندما اثبت مبدا واثبت فكر ويكون تطبيقه على مدى بعيد، هذا الذي يكون معنى الانتصار. والا الانتصار حقيقه في نفس الزمان او في نفس الوقت او على شخصيه دون شخصيه، هذا لا يعد انتصار. نحن الان مصطلحاتنا بالهزيمه مثلا مصطلح مو حقيقي للمعنى الانتصار الحقيقي. ليش؟ لأن الانتصار الذي يكون ثابت وراسخ على منطلق عقائد حقة وأمور يعني نقول سنة. إلهية. يلا أعبر معنى الانتصار. أحسن. وإلا الانتصار بهذه الألفاظ لا، مثلا يقول فلان غلبه النوم، يعني شنو غلبه النوم؟ يعني استسلم للنوم، هل معنى هذا استسلام للنوم؟ هل هو انتصار للنوم؟ طبعا. لا، هاي فترة زمنية ثم يعود. طيب. ينشط. خلي نشبه حياتنا بأنها حياة متعددة النزالات. نعم. جولات. بل. اليوم احنا مع خصمنا العدو حتى لو فاز بالجولة الأولى. نعم. احنا مصيرنا بالجولة الختامية راح يكون الفوز حليفنا. أكيد. السيدة الزهراء عليه السلام استطاعت أن تهزم أعدائها وتنتصر عليهم. وهذا يدل على شيء، يدل اليوم على أن سيرتها العطرة ما زالت باقية إلى يومنا هذا، ونأخذ منها الدروس والعبر والمواقف. انتصرت انتصار فكري. أنت تفضلتي في بداية حديثك اليوم، إذا كان الإنسان متزن فكريا في جميع مجالات الحياة يحقق الانتصار الفكري. نعم. السيدة الزهراء حققت هذا فعلاً. من خلال اتزانها الفكري بكل مجالات الحياة، كانت زوجة، كانت أم، كانت بنت صالحة،
كانت شخصية قيادية عظيمة. اليوم خلي ننقلها ست إلهام على واقعنا. نعم. شلون نحقق هذا الشيء؟ خاصة احنا النساء اليوم. نستطيع ان نصل، احنا ما نستطيع ان نصل الى شخصية السيدة زهرة عليه السلام. نقتبس. نقتبس. كيف؟ ممكن نقتبس من حياة الزهرة سلام الله عليها. اولا احنا المحرك، لابد المحرك الحقيقي للإنسان يكون هناك أهداف. يعني أنا شوفي لما أريد أقول أريد أكون أقتبس من فاطمة الزهرة، لابد عندي شنو؟ عندي فكرة ولو إجمالية عن شخصية الزهرة وعن أنا ماذا أريد. يعني أمير المؤمنين يقول العاقل هو الذي يصنع، الذي يفكر ليوم غد. أنا باكر شنو أريد أسوي؟ هذا العقل، وليس العقل آكل وأنام وشي. فكلامك أنا لما أريد أقتبس من الزهرة كأم، اليوم أنا شفت في معرض ابتلاء وامتحان أهواء الشباب، تغير المزاج، المعطيات والأشياء التي يعني تصعب علي عملية التربية. الآن اليوم أنا أريد أسلح نفسي بسلاح التربية الأم المثالية. لما أريد أصير أم مثالية لابد ويا الفكر، ويا الفكر لابد أصب ويا حنان. شوفي واحدة من موارد أنه الأولاد بدأوا ما يثقون بالأهل أو بالوالدين لسببين. أولا الأم عندما تعطي تبدي تناقش ولدها أو بنتها وتقول لها تعبت منك، أنا مليت منك، أنت ما سمعين الكلام. هذا كان الأسلوب ما موجود عند فاطمة الزهرة ولا عند النساء اللواتي وصلا من العلم. كان مجرد عطاء بلا شنو، بلا مقابل. وهي المفروض الأم هيتي. الآن الولد شو يقول؟ يقول أنت شقد تعبتي، شقد مثلا شقد كم علبة حليب تردين على هذا. بدت هاي ليش؟ لأن وصل عندنا أنه الأم حتى بعطائها تبدي شنو؟ بمنية. هذا ما موجود في سيرة فاطمة الزهراء ولا موجود عند سائر النساء اللواتي وصلن من التربية. بعد أمر آخر أنه الأم تنتظر القبال، مرات ما تحكي، بس من يصير خلل بالولد تقول له أنا ربيت وتعبت ونقيت وردتك، أنا أسأل أنا على مود أخذ من عندك شنو في النهاية، من أكبر أريد منك. هذا المفهوم خاطئ. الزهراء كانت عندما تريد، يعني أنا برأيي مو هذا الشيء يخليهم يحسون بالمسؤولية ستنهم. لا مو بهيك، يعني إذا نبتعد عن هذا الكلام راح يبتعدون عن المسؤولية. لا مو بالضرورة إلا أكون أريد منك. أقول له ماما أنا يجي يوم من الأيام. يعني الأساليب ترى شوف الكلام يختلف من هي منطقة نفس الفكرة بس لكن أنه أنا مو بنية الاستعطاء، بنية أقول له أنا كما أنطيت أريد منك. بعض النساء ما تدرين، بعض النساء وحتى الأولاد صارت عندهم قساوة من كلا الطرفين. أما نرجع لتربية فاطمة الزهراء، أنا أبدأ قيس، أنا أبدأ أقتبس من الزهراء. أنا لما أجي اليوم كأم أريد أقتبس من الزهراء، شلون يعني شلون اتعامل ويا اولادي؟ يقولون كانت فاطمه الزهراء عليه السلام عندما تريد ان تمازح الحسن او الحسين تقول للحسن انت شبيه بوالدك، انت شبيه بوالدك، تبدي تبين خصائص امير المؤمنين. نعم. ابوك الشجاع، إذا مساله أباك، مساله الامومه هي ليست بهذا الشيء الهين اللي أكيد. ممكن كثير من السيدات اليوم نعم. تعتبر انه انا خلي اخرج الى ميدان العمل وما ابقى بالبيت وهذا الميدان نعم. انحصر به. اليوم من خلالكم نعرف انه هو نحتاج الى الكثير من الفكر كثير والى كثير. المزيد من الصبر والتفهم لمساله الامومه ومفهوم الامومه ما هو نعم. بهذا العطاء وبهذا الفكر ان شاء الله دائما نتواصل معاكم وننهل من هذه المعلومات وهذه القيم اللي فعلا نحتاجها في هذا الوقت اللي اختلطت الكثير من الأفكار. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات وموفقين إن شاء الله ومأجورين أحسن. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم.